العلماء يقسم التوحيد إلى قسمين، وهو الأشهر عند السلف، لكن لما كثر الطعن في أسماء الله وصفاته أفرد علماء الشريعة توحيد الأسماء والصفات بقسم خاص، وهذا من عدلهم حتى يهتم الناس بتوحيد الأسماء والصفات. أما القسمان الأولان فهو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، لأنه مقتضى أن الله الخالق، أن من صفاته إيش؟ الخلق، ومقتضى أن الله عز وجل الرزاق، أن من صفاته الرزق، وهكذا. فأفردوا توحيد الأسماء والصفات لكثرة من طعن فيه وتأوله وأنكره من الجهمية والمعطلة والملاحدة القدامى بأنواعهم، وكثر هذا حتى صار معروف عند علماء السنة من القرن الرابع الهجري تقريبا، وهم سائرون على هذا التقسيم، ورفضه كثير من أهل البدع، من أنواع أهل البدع من الأشاعرة أو الماتريدية أو الصوفية القبورية أو غيرهم، ولا عبرة برفض هؤلاء. وللشيخ الفاضل عبد الرزاق البدر كتابا كاملا في هذه الجزئية وفي هذه المسألة، من شاءه اطلع عليه، وللعلماء في هذا كلام كثير. ويسميه العلماء أحيانا توحيد القصد والطلب وتوحيد الإثبات والمعرفة، فتوحيد الإثبات والمعرفة هو توحيد الربوبية، وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية، ولا مشاحة في الأسماء، ولكن اشتهرت الأسماء التي هي أكثر الآن في عصرنا، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وكما قال شيخنا رحمه الله تعالى، وهو إمام أهل السنة في زمانه بلا منازع، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال: لا مشاحة في ذلك. وهذا كلام صحيح بلا ريب، والله أعلم. نعم.